لعبة الكراسي اليوم مع هشام علي. حياكم الله. قالت لي العفو. العصفورة تقول لكم ملف انفتح خلال الدورة السابقة بس توقف لأن بي فساد. اليوم بدأت تحركات جديدة لتفعيل الملف وإعادته إلى الواجهة من جديد. هذا الملف يخص التأمين الصحي لمنتسبي وزارة الدفاع العراقية واللي تقدر أرباحها السنوية 100 مليون دولار. عيد الرقم ليه شوية ثقيل. 100 مليون دولار أرباح سنوية. ومن سألنا العصفورة عن تفاصيل هذا الملف قالت أنه أكو بالأيام الجاية تفاصيل مهمة وكبيرة تخص الموضوع وربما ستكون بالوثائق. بس العصفورة حذرت ونبهت من إعادة تفعيل هذا الملف لأن أكو تحركات جاي تصير بهذا الخصوص. طبعا هذا الملف دسم للسياسيين وهم جايتهم انتخابات، يعني كل واحد يحصل له 10 إلى 15 مليون دولار شبيه تمشية حال ودعاية انتخابية. حياكم الله من جديد. مفوضية الانتخابات اليوم أعلنت عن تسجيل 424 حزب سياسي جديد للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة والمقررة بحسب الإعلان الرسمي في 6 حزيران 2021. طبعا هاي ال 424 حزب مو هو المجموع الكلي لعدد الأحزاب بالعراق، لا، وإنما هذا هو العدد أو عدد طلبات تأسيس الأحزاب لغاية اليوم. كرر لغاية هذا اليوم بحسب وثائق المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. تصنيف الوثائق شو يقول؟ التصنيف يقول أكو 424 طلب لتأسيس حزب لغاية اليوم مثل ما قلنا، بالإضافة إلى هناك 231 حزب مجاز، يعني المجموع يصير 655 حزب هو عدد طلبات التأسيس والأحزاب المجازة. بعد الوثائق تقول أنه عدد طلبات التسجيل للأحزاب قيد التأسيس بلغ 79 حزب. عدد تسجيل أو عدد طلبات تسجيل الأحزاب المرفوضة بقرار مجلس المفوضين بلغ 99 طلب، يعني أكو 99 حزب رفضتها المفوضية ورفضت أن تعتبرهم أحزاب. ركز زين الأعداد والأرقام والتفصيلات. وشنو بعد؟ أكو 15 حزب تقدموا بطلبات لسحب التسجيل. طلبات لسحب التسجيل. بس ليش سحبوا تسجيلهم؟ أكو أسباب هواية خاصة بهم. بس يجوز السبب الأبرز ما صار اتفاق ويا الممولين وما حصلوا شيء. من جينا جمعنا عدد الأحزاب المسجلة والتي قدمت طلبات تسجيل والتي هي قيد التأسيس، صار مجموع مالهن كلهن 734 حزب. اتأملوا بهذا الرقم زين، 734 حزب ما عدا الطلبات المرفوضة والأحزاب غير المستوفية للشروط. وعلى ما أعتقد يمكن هذا أعلى رقم عالمي بعدد الأحزاب، ويمكن العراق يستحق بهذا الرقم يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية. زين لحظة، شنو هاي الأحزاب والمن تابعة ومنو يمولها ومنين جابت فلوس التأسيس اللي لازم كل حزب يدفع 25 مليون دينار؟ منين راح أجيب فلوس التمويل وفتح المكاتب والمقرات؟ فوق كل هذا من جمهور الأحزاب والمنتمين إلها ومؤسسيها؟ زي شنو أفكارها مطروحاتها برامجها؟ ليش ما نسمع بأسماء هاي الأحزاب وعناوينها وإنما نسمع فقط بأرقام وأحصائيات؟ هاي كلها أسئلة جوهرية ومهمة تفتقد للإجابة عليها. ثم شنو الضوابط والآليات في تسجيل وقبول طلبات التسجيل؟ قانون الأحزاب شنو دوره بهاي القضية؟ هل القانون يتيح عملية تفريخ الأحزاب وتكاثرها بهذا الشكل؟ للضغوطات السياسية والمحسوبيات
إلها كلمة أخرى تفوق كلمة الضوابط والقوانين. وشنو قصة تعديل قانون الأحزاب المطروح منذ فترة طويلة؟ من الصفحنا اليوم قانون الأحزاب رقم 39 2015 يقول مادة 11 يشترط تأسيس أي حزب مراعاة ما يأتي: أولا يقدم طلب تأسيس تحريري بتوقيع ممثل الحزب لأغراض التسجيل إلى دائرة الأحزاب مرفقا به قائمة بأسماء الهيئة المؤسسة التي لا يقل عدد أعضائها عن 7 أعضاء مؤسسين، ومرفقا به قائمة بأسماء عدد لا يقل عن 2000 عضو من مختلف المحافظات، على أن يتم مراعاة التمثيل النسوي. ب ترفق الأحزاب التي تمثل المكونات الآتية بقوسين الأقليات قائمة بأسماء عدد لا يقل عن 500 عضو. يعني كل حزب لازم يقدم 2000 عضو من مختلف المحافظات، ولازم يراعي به المكونات والتمثيل النسوي. وما أعرف إذا هذا الشرط جاي يتحقق بحذافيرة في طلبات التأسيس، لأن هاي أعداد يمكن العراقيين بعد كم سنة كلهم حزبيين وكلهم يلمون اشتراكات، ويجوز بعض الأحزاب راح تستورد أشخاص من بنغلاديش وغيرها على مود تحقق العدد المطلوب. اللي أريد أقوله بالأخير، يمكن هسه العراقيين لسان حالهم من يقرون ويشوفون هاي الإحصائيات يستحضرون المثل الشعبي الدارج اللي يقول إحنا سوينا لأبونا وقومنا على مود أولادنا يسوون. لسان حال العراقيين هو هذا، شنو اللي سوت لنا الأحزاب والحركات والتيارات والائتلافات، وبعضها أحزاب كبيرة وعريقة ومخضرمة، حتى تجي الأحزاب الجديدة اللي بعضها هو رديف لأحزاب السلطة، مثل ما قال أحد ضيوفنا قبل أيام إنه أكو حزب سياسي مؤسس 16 حزب رديف بأسماء شبابية وتشرينية. العمل الحزبي هو عمل حضاري ومحترم ودليل تطور المجتمعات وتقدمها سياسيا، بس بنفس الوقت كل شيء يزيد عن حده ينقلب ضده، واللي جاي يصير ما أظن إلى علاقة بالحياة السياسية والحزبية، بل أقل ما يقال إنها تشويه لهذه المفاهيم. راح أناقش هذا الموضوع ويضيفي في هذه الحلقة السيد عقيل الردين المتحدث باسم ائتلاف النصر، وكذلك السيد الدكتور اياد العنبر الباحث في شأن السياسة. حياكم الله. تفضل صريح. شرفتونا. الله يحفظك دكتور. مساكم الله بالخير. مساكم الله بالخير. وكذلك سينضم معي السيد سربس مصطفى رئيس مفوضية الانتخابات السابق. رحب بكم من جديد ضيوفي، ورحب بالسيد سربس مصطفى. حياك الله استاذ سربس. اهلا وسهلا. ابدو ياك استاذ عقيل، المفوضية تقول اكو 424 حزب سياسي يريد يشارك بالعملية الانتخابية، بالاضافة الى عدد الاحزاب الموجودة اللي هو 231 حزب، سن المجموع صار فوق 600. هذا شنو يؤشر وشلون يمكن قراءته وتفسيره؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية شكر لكم على هذه الاستضافة، والشكر موصول الى ضيفكم الكريم دكتور اياد والى مشاهدي قناتكم الكريم. صراحة القانون لا يمانع، يعني وفق المعايير والفقرات القانونية اللي أعطاها من تسجيل الأحزاب، لكن سؤالنا في ماذا يعني يشكل هذا التسجيل المتزايد على الأحزاب والرقم الخرافي اللي ما موجود في العالم دولة فيها، يعني هسه الأحزاب اللي موجودة المسجلة اللي أكثر من 200، ماكو دولة فيها أكثر من 200 حزب. اليوم هذا دليل على أن هنالك تخبط واضح بسياستنا الداخلية، وعدم وجود رؤية سياسية ناضجة لبناء الدولة. نشاهد ذلك اليوم، يعني مثلا حزب الدعوة كان وانشطر إلى عدة أحزاب، المجلس الأعلى للثورة الإسلامية ما بديت إلا بالدعوة انشطر إلى عدة أحزاب، المواطن والحكمة وغيره وغيره، وكثير، وهكذا الأحزاب الأخرى، الحزب الإسلامي، الحزب اليوم كل ما يتم، حتى الائتلافات الجديدة اللي نعم. شطرت من الائتلافات القديمة هسه بدأت تتفرخ على قولتك في المقدمة. شاهد حد فينا النصر نفس الحالة. شين قضية؟ شكو وجاي يصير؟ يعني قلت لك هنالك تخبط وعدم وجود رؤية ناضجة لبناء الدولة، لذلك
يعني من ناحية قانونية ولا يوجد مانع قانوني من تسجيل الأحزاب، لكن هذا دليل على أن هنالك وجود مشكلة حقيقية. في نفس الوقت من جهة أخرى ننظر إلها اليوم ويا هذه المشكلة الإدارية في إدارة الدولة، هنالك يعني فساد كبير، وربما الأحزاب عندما يعني أسهبت في هذا الفساد يعني ربما الآخرين أرادوا أن يعني يتجهون نفس الاتجاه ونفس المنحنى وأن يكون لهم سطوة في المجتمع، ويعني فهذه دلت على إنسان حالك يقول مثل ما السابقون أخذوا لهم كذا مليون فإحنا ما تجي دورنا هسه. شوف الدول الكبرى مرت بهكذا مخاضات وبالتالي بعدين صفت إلى يعني حزبين أو ثلاثة أحزاب. اليوم في بريطانيا، في الولايات المتحدة، في دول أخرى. اليوم يعني هذا دليل اليوم يعني بعد انتخاباتنا القادمة لا يمكن أن نتفق بسهولة على مثلا مرشح رئيس الوزراء، على مرشح رئيس البرلمان، على الوزراء. ليش؟ لأن سوف يكون هنالك تشتيت كبير وواضح لهذه الأصوات عن طريق هذه الأحزاب. الأحزاب الدكتور أياد يعني يمكن هنشوفه حالة صحية أنه بعد كم سنة وفق هذا التكاثر الحزبي يصح لنا نقول أنه العراقيين كلهم حزبيين وأن لم ينتموا؟ لا، هي التعددية المفرطة نوع من علامات عدم الاستقرار السياسي. زين، وهذه التعددية المفرطة نموذجها العراقي واضح منذ بداية التغيير في 2003. عندك زيادة وتضخم في المشاركة السياسية بهذه العناوين الحزبية في قبال عدم قدرة المؤسسات السياسية على استيعاب هذه المشاركة. يعني شلون؟ يعني مثلا احنا الان من يحكم فعليا هي الاحزاب التقليديه اللي كانت بايام المعارضه، ما عدا التيار الصدري اللي كان موجود بالعراق والانشطارات اللي حثت بالكيانات السياسيه. لم تبرز قوه جديده وقوه فاعله من العراق قادره على ان تشكل نموذج حزبي حقيقي. هذا جانب. الجانب الثاني، هنالك خلل بنيوي في الأحزاب السياسية في العراق. هذا الخلل البنيوي وفق تقسيمات الأحزاب، أنه الأحزاب عادة تقسم إلى هيكلية وأحزاب جماهيرية. أحزاب الهيكلية اللي عندنا هي ترتبط بزعامات وكاريزميات وعناوين سلطوية، أما الأحزاب الجماهيرية هي مفقودة تماما يعني الآن على الساحة. ما عندنا حزب جماهير ويرتبط ويتدرج وقضية اشتراكات وغيرها. الحزب الشيوعي وهو أضعف الأحزاب على النفوذ السياسي. يا هل حزب دتلزمة يقول لك أنا عندي جمهوري وجمهوري محتفظ به؟ هو يقول بس أنت الواقع غير شيء. هذه الانشطارات تأكد على أن فعلا عدم وجود حزب. هسه أنت حتى مثل ما قلت بداية مقدمتك، شنو الأفكار يعني اللي ممكن أن تنطرح؟ هل معقولة أنه عادة الحزبية تمثل تعددية طروحات وأفكار؟ شنو الأفكار اللي جاي يختلفون بها الحزب الفلان عن الحزب الفلان؟ ثانيا، أكو أحزاب إجتنا من الأساس منشقة، مثل ما قلت واعترضت على سعد عقيل بقضية حزب الدعوة. حزب الدعوة هو إجا من البداية كم عنوان عنده؟ موظيف تحت الانشطار. أنا وظيفتي الانشطار صار لا يعني أول الأحزاب اللي بدأت تنشطر بدأت من حزب الدعوة. لا، هي منشطرة من أيام المعارضة. لا فعلا تنظيم الداخل. لا، هاي سنين أسنوها الدعوة؟ لا، كحزب لا، أول حزب انشطر بالداخل هي الحكمة بصراحة. قصدي المجلس الأعلى. المجلس الأعلى. إي من الداخل. الدعوة اجوا بالاصل من شطرين. هسه الان ما تقدر انت نقول اكو قائمتين بس مو شطار. حزب الدعوة يقولوا احنا اثنين حزب الدعوة. لا، بعد ماكو هاي اللغة هاي السالفة. ما اعلنوا حزب جديد. لا، يمك دكتور عقيل. لا ما اعلنوا حزب جديد. ماكو تنظيم الداخل وتنظيم لا كحزب الدعوة اثنين، والدكتور العبادي ونور المالكي اثنين هم حزب دعوة. أي بس من علامات الفوضى انه اول مرة ما ادري على شنو اختلفوا، على يا ايديولوجية، على يا موضوع معين. المتغير اللي حصل أحداث تشرين دخلت لنا أكو لعبة أنه صارت عندنا مستويين أو ثلاث مستويات إذا صح هذا الوصف. ناس اعتقدوا أن الفرصة حقيقية عندهم حتى يحاولون يشاركون بدل أنه يكونون أنه إحنا نبقى بس متظاهرين، فينظمون نفسهم بأحزاب. اللي صعدوا للسلطة بعنوان تشرين اللي هي حكومة السيد الكاظمي أيضا جاي تخلق لها أحزاب. عندك الموضوع الثالث وهو أنه لعبة أحزاب السلطة بأن يعني توجد أحزاب رديفة. هاي الأحزاب الرديفة هي بعناوين للتشتيت
الأصوات، وهذه اللعبة محسوبة تماما من قبل أحزاب السلطة. يعني هذا كل الشطارات اللي جاي تصير هسه ما بعد تشرين تأسيس الأحزاب الجديدة هدفها تشتيت الأصوات. لا مو كل هدفها، أحزاب السلطة اللي تشكل أحزاب رديفة تريد تشتت الأصوات، واللي يريدون يدخلون المنافسة يريدون يتنوعون. يعني حتى يضمنون أكثر من محطة بقضية الانتخابات. طيب أستاذ سربت راح بك من جديد. البعض يسمي هذا هوس حزبي، مو حياة حزبية أو حياة سياسية يمكن للشخص أن يمارسها كما موجود بالعالم. تعتقد أنه هذا فعلا هوس حزبي لو شنو؟ السلام عليكم، تحياتي لكم ولجمهوركم الكريم ولضيفك الكريمين. باعتقادي تشكيل الأحزاب هي نابع من وجود حرية سياسية في البلد، واللي تأكد عليها كل المواثيق الدولية مختصة بحقوق الإنسان، وهي حرية تشكيل الأحزاب وحرية الانضمام إليها. لكن موضوع هذا العدد الكبير فعلا يبين التشتت الفكري وعدم الاستقرار السياسي في البلد، وعدم الاستقرار السياسي في البلد أدى إلى عدم استقرار مؤسسات الدولة أيضا. لهذا أعتقد هذا العدد مبالغ به، لكن للمعلوماتكم كل حزب حتى يدخل العملية الانتخابية يجب أن يكون مصادقا عليه من قبل المفوضية لمدة 15 من يوم الاختراع، وبالتالي أي حزب لا يصادق عليه لغاية 6/1 لن يستطيع المشاركة في الانتخابات. بالإضافة إلى نقطة مهمة تتعلق بموضوع الانتخابات والأحزاب، وهي أن النظام الانتخابي في العراق تغير. تم مغادرة نظام التمثيل النسبي الذي يعتمد على تقديم القوائم الحزبية الانتخابية المتنافسة، بدل ذلك يتم تقديم المرشحين، يعني المرشحين هم الذين يتنافسون، أي أن بنية ورقة الاقتراع تغيرت، وبالتالي مهما كان عدد الأحزاب فإنها لا تكون موجودة على ورقة أو البطاقة الانتخابية والورقة الاقتراع في يوم الانتخاب، وإنما أسماء المرشحين هو أيضا حسب كل دائرة المعروفة، كل محافظة انقسمت إلى عدد من الدوائر الانتخابية. لكن مع هذا هذا العدد عدد مبالغ فيه، وقد يكون هذا سببه هي عدم تطبيق النظام أو عفو قانون الأحزاب كما هو، خاصة الفقرة تتعلق بمتابعة عمل الأحزاب والشروط المتوفرة فيها، وأهم شرط فيها هو أن يفترض أن تقدم ديوان الرقابة المالية تقارير مالية عن نشاط الأحزاب السياسية إلى إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب والمفوضية، والتعليمات تنفيذ الأحزاب تنص بأن يقدم هذا بعد شهرين من انتهاء السنة المالية. هذا كمثال على عدم تطبيق هذا الشرط كأحد الأمثلة، والأمثلة كثيرة. زين استاذ سربس، باعتبار أن الأمثلة كثيرة، يمكن اتفقت أنت ورأي دكتور اياد حول أنه عدم وجود استقرار سياسي. شو تقصد بعدم وجود استقرار سياسي خلانا أنه نشوف أكو تفريغ وتكاثر للأحزاب؟ يعني عدم استقرار السياسي يقول يعني أو سبب منه هو عدم استقرار النظم الانتخابية المطبقة في الانتخابات. هنالك علاقة بين النظام الحزبي والنظام الانتخابي. في الدول المتعددة التنظيمات الحزبية المتعددة الحزبية يطبق فيها نظام التمثيل النسبي، وهذا هو ما كان موجود في العراق لحد الآن. في الدول التي يسمى فيها الثنائية الحزبية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا يطبق فيها نظام الأغلبية، والنظام الأغلبية بصيغة أبسطها وهي نظام الأغلبية البسيطة وما يسمى الآن بالفائز الأول، مع وجود أحزاب رديف صغيرة لكن لا تصل إلى الحكم. أما الأنواع الأخرى من الأنظمة الانتخابية الأغلبية كالأغلبية المطلقة من ذلك، تفرز نظم الحزبية ذات الثلاثية الحزبية أو الرباعية الحزبية كما في غرب أوروبا
في الدول الإسكندنافية وفي فرنسا على سبيل المثال. لذلك عدم استقرار تطبيق النظم الانتخابية والذي يفترض أي نظام انتخابي حتى يفرز نتائجه أن يطبق على لما لا يقل عن 4 دورات انتخابية. أما لدينا فإنه يتم تعديل القانون الانتخابي وتغيير النظام الانتخابي قبيل الانتخابات بشكل يحاول الكثير بأن يحاولون لي عنق القانون لتكون وفق مصالحهم كما يعتقدون. طيب. لكن الشارع يتغير وبالتالي النتائج تتغير ولا يمكن أن يستطيع أحد أن يوقف بوجه التغيير مهما كان بطيئا. طيب أستاذ يعني عقيل إذا أريد نحكي على أنه الشارع يتغير وبالتالي أنه الأحزاب ما جاي يتغير، لا جاي يتغير أفكارها، لا جاي يتغير برامجها، كل ما يسوي الحزب وكأنما أنا بس عندي مهمتي حصل أصوات، لا عندي افكار. هسه ما ندري انه 600 فوق ال 600 628 تقريبا انه كلها تريد تصير سقراط وارسطول وشنو اردف الموضوع. يعني هو مجرد يعني ال 230 او 231 كيان سياسي مسجل للمفوضيه، يعني هو هذا بحد ذاته رقم كبير جدا. بعيدا هسه عن اليوم بعد 1 تشرين كان هنالك الكثير من الحركات الشبابيه وهنالك الكثير ايضا حتى المرجعيه في وقت دعت إلى الكفاءات وإلى المهنيين إلى تنظيم أنفسهم والدخول في يعني الحركة السياسية من أجل إعادة بنية الدولة بالأصل. يعني اليوم هنالك الرؤية والبوصلة الحقيقية لبناء الدولة، يعني من هم في السلطة فقدوا هذه البوصلة. لذلك هنالك اليوم تشاهد تشتت في الآراء، تشتت في الأفكار. النصر كم حزب رديف سواه؟ ما عندنا النصر ولا حزب ابد ابد ابد، ماكو طين حزب واحد. هو جاي اسال انا شنو طين حزب؟ ماكو، النصر واحد، هو حزب جديد. لا هسه احزاب رديفه، لا ماكو صدق. ويا تشرين، لا صدق. دخلوا على الخط، ماكو اصفر. تقول اكو تحركات النصر مثلا بالكوت ديسون حزب، لا اكو مثلا بالبصره، لا النصر عنده جمهور من الاغلبيه الصامته، يعني مو متحزبين، اغلبيه صامته. اي طبعا، هاي حلوه، اي من الاغلبيه الصامته. انت تعرف حضرتك اليوم ايش قد ما يكونون المتحزبين، ترى لا يمثلون اكثر من 20% من عامه الشعب العراقي. على هذا الرقم 655 وان كثر الرقم، لكن المتحزبين في العراق لا يتجاوز يعني عددهم اكثر من 20%. زين. وهذا ما شاهدناه في انتخابات 2000 و... يعني جمهور الحزب تقصد؟ الجمهور الحزبي. زين. اللي مؤدلج وتابع الى حزب معين لا يمثلون اكثر من 20%. زين. هذا واضح. اما اليوم البقيه 80% اغلبيه صامته، 80% اغلبيه صامته، والكثير من عندهم لا يشتركون عاده في الانتخابات. لذلك النصر يحاول اليوم الدخول على الاغلبيه الصامته من خلال اطروحاته العادله واطروحاته الهادفه الى بناء الدوله. لدى النصر يعني ممارسة في الدولة 4 سنوات من قبل الدكتور، والكثير اليوم يعتقد كما نحن نعتقد أنه كانت فترة حرجة وخطرة جدا، لكن في نفس الوقت كان هنالك يعني إجراءات ويعني أمور يعني أظهرت للعراق أن السيد العبادي مع يعني ما حدث في تلك الفترة من احتلال ثلث العراق وانهيار أسعار النفط وحتى محاولة تقسيم العراق، داعش أخذ المنطقة هذا الغربية إلى بس. لا هذا مو موضوع، هذا ترويج مبكر. لا مو ترويج، والله هذا ترويج مبكر. لا ترويج. بس أنت رجعتني، إيش راح خليني أسألك؟ لا رجعتني، فتحت لك دفتر. لا مو أنا حتى أمهد لك إحنا النصر. ليش نستهدف هذه أسف مهدي، هاو أترك لك حق الوقت كله، لكن هل النصر راح يطرح مجددا سيد عبادي رئيس الوزراء؟ احنا ما عندنا مرشح يعني لرئاسه الوزراء في النصر، ونعتمد على خبره الدكتور العبادي، مع علم وجود كفاءات كثيره في هذا النصر، وانتم تعرفون يعني شاركوا في الانتخابات باساتذه الجامعات ومهنيين وكفاءات، واليوم اغلبهم هم يعني يعتبرون دبلوماسيه. لا مو دبلوماسيه على صفحه، لا استاذ هشام، مو موضوع مطروح راح يطرح كرئيس للوزراء انتم كالنصر متبنين هذه الفكره، يعني هذا ما تظهره فيما بعد نتائج الانتخابات. احنا اليوم مو ندعو يعني للدكتور العبادي وكانما يعني فقط، يعني لا، احنا اليوم نهدف
من خلال مشروع النصر حتى إذا جاء شخص آخر، يعني ما تكون الفرصة للدكتور العباد، لكن إحنا لدينا مشروع هو مشروع لبناء الدولة وفق أسس منطقية. خيارنا الشخص اللي يكون ينسجم مع هذا المشروع يكون مدعوم، حتى السيد مصطفى الكاظمي في يعني بداية حكومته نحن داعمين بقوة، لأن كان نهج يعني قريب مثلا من نهجنا، غير مؤدلج غير كذا، لذلك يعني كنا داعمين له في فترة من الفترات ولحد الآن. أما الإخفاقات اللي لا طوبني وين راح طوبني وين راح طوبني، خلينا نرجع شوي، رجع لي شوي. تعال قل لي أنه أنتوا خياركم الوحيد هو الدكتور العبادي. يعني احنا خيارنا المشروع، مشروع النصر. يعني عندما يطبق مشروع النصر ببناء الدولة وأنتج هذا المشروع، أي شخصية ربما يعني مشروع النصر ينطبق على غير شخصية، نحن ندعم هذه الشخصية. وين مشروع النصر ينطبق عليها شخصية؟ يعني أي شخصية غير مؤدلجة تهدف إلى بناء العراق، تهدف إلى الإصلاح الاقتصادي، الإصلاح السياسي، بناء مؤسسات الدولة وفق المؤسسات، نحن سوف نكون داعمين لهذا الشخص. يعني هسه رئيس تحالف النصر غير مؤدلج؟ لا أكيد غير مؤدلج. حسب الدعوة شنو؟ لا الرجل في أكثر من بيان، ويعني سئله حتى من خلال شاشة العراقية، يعني هو قال أنا لا أمثل قيادات الدعوة في الوقت الحاضر، وأنا لدي ولدي ائتلاف النصر، ائتلاف النصر وفقط. أنا ستركها الدكتور يا دوي يفسرنا وخما نفسر. لا 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 دكتور، لا احشي لي هذا الموضوع. يعني هسه أنا شخص أنه لا أمثل الدعوة، أوكي لا أمثل شخصيات الدعوة، بس لما كان رئيس لتنظيمات أو رئيس المكتب السياسي شلون مؤدلج؟ أي صحيح مؤدلج جدا. صحيح كان في الدعوة، يعني كان في إطار حزب الدعوة أحد قياداته موجود، هو رجل مو يعني غائب أو غير معروف، لكن بعد 2018 أصبح لديه ائتلاف وهو يمثل اليوم رئيس ائتلاف النصر ولا يمثل حزب الدعوة. زين أنا خليني أفتح هاي باب الأدلجة ويا دكتور عياد، فسر لنا قبلها اللي ذكرها أستاذ عقيل، لكن هاي يعني أدلجة الأفكار السياسية وبالتالي كل فكر عنده أيديولوجية معينة وأفكار معينة، هاي راح تنسجم ويا الشارع؟ الأحزاب الجديدة 424 يعني وعت صار عندها نضج سياسي بعد 18 سنة وقالت له خلص أنه أنا لازم اليوم أنسجم ويا الشارع؟ إحنا نفترض شيء أنه عادة يعني يسمون الفلاسفة وهم المطابقة. احنا نفترض او متوهمين حقيقه انه هذه الاحزاب لديها ايديولوجيات تحاول تطبقها من خلال وصولها للسلطه. زين هذا مبدئيا هو تعريف الحزب السياسي، انه مجموعه من الناس تربطهم رابطه او فكره معينه في ايديولوجيا يحاولون وصول السلطه او المشاركه فيها. احنا هاي المشاركه فيها شيلها، قصدي وصول في السلطه او كلها توصل بالسلطه وتبقى بالسلطه. أي. يعني ما حد يفكر يطرح مشروع معارضة وهذا برنامجي، إذا هاي الحكومة تمثله خير وبركة، إذا ما تمثله أنا أروح للمعارض. هذا أحد الإخفاقات. ثانيا لا يوجد الآن حزب سياسي بالعراق قدم مشروع أو إيديولوجيته وقال أنا أحكم على أساسه. ما لا أكو إسلام سياسي. أي. هذه العناوين الإسلام السياسي كلها اللي محسوبة على الإسلام السياسي الشيعية والسنية لحد الآن لم تقدم مشروع إسلام سياسي واقعي وحقيقي. مزين. يتلائم مع المرحلة مثل الغنوشي مثلا. غنوشي من وصل للسلطة قال إحنا الآن انتقلنا من مرحلة أنه الحزبية إلى مرحلة دولة، الآن نتعامل وفق منطق دولة. ما عندنا هذا الخطاب الموجود، وإذا كان موجود فهو خطاب مراوغ من أجل السلطة. طيب. وخطاب أنه إيديولوجيا حقيقية تتعامل ويا منطق ورؤية جديدة لإدارة الدولة. تجي إلى الأحزاب الليبرالية أكثر سوء من الإسلامية، لا هي موجودة عناوين ولافتات وشعارات ما معتها يعني أي امتدادات حقيقية، لا على مستوى السلطة ولا على مستوى الجمهور الحقيقي، أطروحات نخبوية تحلق بالفضاء وما إلها امتدادات شعبية. كذلك بقية الإيديولوجيات اللي موجودة، هذه الإشكالية. لذلك لن نقول إنه إحنا موجودة عندنا إيديولوجيات، والدليل مو من المنطقي عندنا حزب عريق مثل حزب الدعوة يشارك بقائمتين، بمعنى أن التشظي وعدوى الانشطار الأمبيبي مثل ما يسمونه هذه بطريقة فوضوية عجيبة تمت بأنه هل من المنطقي حزب يقول أنا ما راح أشارك بالانتخابات والكتل تمثل نفسها، شاركت دولة القانون وشاركت من هو؟
تحالف النصر على هذا الأساس. أنا من أريد أحاكمه على يا أديولوجي، هو يقول أنا سيد حيدر العبادي لحد هذه اللحظة يقول أنا ما فكرت ارتباطي بالدعوة. لا رسميا، لا رسميا فكر ارتباطه في حزب الدعوة، هو يمثل ائتلاف النصر فقط. لا لا رسميا، لا 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 عساشين يقول منشق الدكتور العبادي عن الدعوة. لا رجل استقال من حزب الدعوة، ما استقال لا ما استقال، هو يمثل النصر لا يمثل حزب الدعوة. من شكل ائتلاف النصر؟ ائتلاف النصر يختلف. لا لا لا، هو من شكل ائتلاف النصر، هو خرج من حزب الدعوة وأعلن في بيان رسمي أنه هو لا يمثل قيادات حزب الدعوة، وهو يمثل ائتلاف النصر. لا لا، يمثل ائتلاف النصر فقط. أستاذ عقيل، بالانتخابات 2010 الحزب الإسلامي كله راح ويا القائمة العراقية، هل عافوا حزب الإسلامي؟ الائتلافات الانتخابية ما لها علاقة بالأحزاب، هذا أولا، وهذه من نوع القضايا اللي أكدوا تنازلهم عن إيديولوجيات وأحزاب. دكتور أياد، هسه هو حزب الدعوة ليس سبه حتى أن اليوم نتبرأ مثلا من حزب لا الدعوة. لا كواقع، لا شيء بشيء يذكر، لا كواقع لا موجود. لكن عندما يعني خاض التجربة دكتور العبادي في 2014 إلى 2018 أصبحت هنالك فكرة لبناء الدولة من خلال الحكم الفعال الرشيد، وهذه النظرة للدكتور العبادي جعلت منه أن يكون في ائتلاف جديد. ليش أو ما استقال من الدعوة؟ حبيبي هو خرج من الدعوة. لا ما استقال ولا. لا خرج من بيان رسمي أنه أنا لا أمثل حزب الدعوة. شو يعني اليوم؟ اليوم أنت تقول أنا ما أمثل. استقال وين؟ اليوم أنت تقول أنا لا أمثل الشرقية ولا أعمل في الشرقية، يعني شنو؟ لا لا أعمل واحد. لا لا. لا بالانتخابات. واضح يعني. فرق بالانتخابات. لا لا، هو خرج رسميا من حزب الدعوة وشكل ائتلاف اسمه ائتلاف النصر. إحنا مرة نشخصه. وهو رئيس ائتلاف النصر وسوف يدخل في الانتخابات باسم ائتلاف النصر. طيب. بس يعني احنا ما نريد نشخص الامور بعيدا عن بس موضوع الشيء بالشيء يذكر. تمام، طرحنا كمثل موجود، بالتالي هاي الايديولوجيات راح تفيد الواقع العراقي. لحد هذه اللحظه لحد هذه اللحظه لا يوجد رؤيه او مشروع قادر على اقناع الشارع. كل الاحزاب تعتمد منطق الاقطاعيات السياسيه والتوارث السياسي، وتعتمد يعني الزعامات التقليديه، وليس لها امتدادات جماهيرية حتى نقول أنها قادرة على استقطاب مثل ما قال الأستاذ عقيل مترددين يعتمدون على رمزيتهم بالسلطة مو على إيديولوجيتهم ولا مشروعهم. المترددين لحد هذه اللحظة لا يوجد استقطاب لهم، وراح يكونون الفئة الأكثر الغير مشاركة. لا التشرينيين كسبوهم ولا الأحزاب التقليدية كسبوهم، واحتمال أنه الآن لعبت الدخول بأكثر من حزب هي محاولة لتشتيت الأصوات بعد أن كانت اللعبة في 2018 باتجاه المقاطعة. هاي اللعبة الجديدة اللي رجعت لعبها أحزاب السلطة. هاي اللعبة الجديدة تشتيت الأصوات وكانت المقاطعة. أستاذ سربست، أرد أفهم هل هناك ضغوط معينة تمارس في بعض الأحيان على المفوضية للقبول ب يعني طلبات التسجيل لبعض الأحزاب السياسية، خصوصا إذا كان هذا الحزب مسوي يعني حزب مشارك بالعملية السياسية ويعتبر من الآباء المؤسسين، وعنده حزب صغير ونرديف يريد يشتت به الأصوات، تمارس الضغوط للقبول به لو لا؟ تشكيل الأحزاب خصها القانون، والمادة اللي أشرت إليها بالمقدمة هي أعتقد سهلة التطبيق، وبالتالي يمكن لكل شخص يستطيع أن يقدم 25,000 وينظم النظام داخلي وتواقيع 25 مليون عفو وتواقيع 2,000 عضو يستطيع أن يشكل الحزب. لكن معلومة للسادة المشاهدين أنه بعد تطبيق قانون الأحزاب رقم 36 سنة 2015 كل حزب أو باسم ائتلاف أو باسم قائمة أو باسم تحالف دخل الانتخابات يعتبر حزبا قائما بذاته، وبالتالي النصر يعتبر حزب قائم بذاته لا علاقة له بحزب الدعوة، وإن كانت جذوره الفكرية وجذوره العقائدية وجذوره السياسية واحدة. وللمعلومة أيضا في حين عندما تم تقديم الطلب بتشكيل حزب الدعوة كان هنالك 3 أو 4 دعوات لتشكيل الأحزاب، كل حزب منها تضم كلمة دعوة
في اسمها، ولكن ليس بالضرورة حزب الدعوة الإسلامية. حزب الدعوة قدم شكوى أو طعن لدى المحكمة الاتحادية في قرار المفوضية باعتبار أنها هي التي كانت قدمت طلب الإجازة قبلهم، وأن كلمة الدعوة يجب من ضمن شروط التأسيس الحزب أن لا يكون هذا الاسم. إيه تعتبر هاي حقوق اسم آخر. حقوق كبرى هاي ما ترهم إنه يهالي يجي يسوي نفس الاسم. بالضبط، ولغيت أو أجبرت تلك الأحزاب على حذف كلمة الدعوة من اسمها. وبالتالي يعني أعتقد المفوضية لا تخضع لأي ضغوط، لكن الإشكال هي أن القانون أصبح مثل قانون الجمعيات. كثير من الجهات والشخصيات تحاول تشكيل الأحزاب كطريق للوصول إلى السلطة وضمان حصولها على منصب أو وسيلة ضغط أو للدخول مع ائتلاف مع أحزاب أخرى لعل أحدهم يستطيع الوصول إلى مجلس النواب. وبالتالي باعتقادي كثير من هذه الأحزاب، مع احترامي للجميع الأحزاب الجديدة والقديمة، هي محاولة للحصول على مكاسب حزبية باعتبار الأحزاب هي التي تقود الدولة وليست الدولة تقود الأحزاب. زين أستاذ سربست، أنا سألتك على الضغوط السياسية التي مورست على المفوضية في زمنك هسه على أقل تقدير، اللي من شأنها أنه تأسيس كيانات أو تأسيس أحزاب. هسه ما عندنا ولا حزب مخالف للشروط ولا حزب أكيد يطلع لنا واحد كثير مورست عليكم الشروط. والدليل كما ذكرت بالمقدمات بأن هنالك 99 طلب رفضت في وقتنا، أيضا رفضت طلبات أو لأن كانت المستلزمات المفروضة لتأسيس الحزب ناقصة، وبالتالي يعطى لهم المجال لمدة شهر لحال إكمالها. في حال عدم إكمالها يهمل الطلب أو يرفض الطلب إذا قدم لمجلس المفوضين وكان بها إشكال. زين استاذ سربست، يعني بصراحه انت تطلع على الاحزاب او البرامج مالتها اي ضغوطات؟ تمام. انت تطلع على احزاب او برامجها، من قراءه البرامج الاحزاب والايديولوجيات انه اقتنعت بها كشخص انا ستخرج من المفوضيه بوقتها، انت كنت مقتنع تماما انه هذه فعلا احزاب لها ايديولوجيه لها افكار تحاول إذا كان اعتقادات الشخصية هاي ما تدخل بالعمل، لكن حاليا باعتباري خارج المؤسسة لا، ما أعتقد بكثير من هذه البرامج، لأن كثير من عندها كوبي بيست من أخرى مع تعديل بعض الفقرات البسيطة، وبالتالي هي كلها محاولة للوصول إلى السلطة لا غير، وليس لترويج الفكر السياسي، لترويج لتقديم برامج، لتقديم أو حث الناخبين على التصويت لها، لتقديم خدمات للمواطنين. في الحقيقة هذا مفتقد في العراق وللأسف. زين، وفق قانون الانتخابات الحالي أستاذ سربست، هل سنشهد صعود أحزاب جديدة أو الأحزاب الرديفة أو الأحزاب التي أسست مؤخراً وفق قانون الانتخابات الحالي والدوائر الصغيرة؟ القانون الحالي ورقة الاختراع لا تضمن أسماء أحزاب، وبالتالي الأحزاب ستكون يعني خلف المشهد المباشر في العملية الانتخابية، لكن هي ستقدم مرشحيها، وبالتالي سيعرف الناس بأن المرشح الفلاني للحزب الفلاني. لكن كقانون انتخابي باعتقادي هذا الكلام غير دقيق، بأن يكون قسم يدعون بأن هذا الانتخاب هذا القانون أو هذا النظام الانتخابي يساعد أو المستقلين أو يكون لصالح المستقلين أو الأحزاب الصغيرة أو الأحزاب الشبابية أو الأحزاب العلمانية أو الأحزاب الراديكالية أو الأحزاب الليبرالية أو الوسطية أو اليسارية. لا، ستكون أيضا لمصلحة الأحزاب الكبيرة، لأن كل حزب يستطيع أن يفوز مرشحه حتى بفارق 10 أصوات، لأن النظام
أغلبية، وبالتالي يكون الكل الذي يحصل على الأعلى الأصوات. الأستاذ الضيف عندك أشار إلى قائمة النصر، قائمة النصر كان فيها الكثير من الإمكانيات، لكن لم أعتقد يحصل أي واحد منهم على أكثر من 1,000 أو 2,000 صوت أو 3,000 صوت. مع العلم كانوا أساتذة الجامعات، كانوا خبرات قديمة، رجال سياسيين مستقلين حاليا، وبالتالي باعتقادي إذا الحزب لا يكون وراء أي مرشح، أو الآن أضيفت إليها العشيرة، العشيرة تستطيع أن تفوز مرشحيها بكل سهولة. أما الناشط المسكين أو المتظاهر هذا ما راح ينول حظوة كبيرة مثل الأحزاب الكبيرة، يفوز أي واحد منهم إلا إذا انضم تحت خيمة حزب آخر وادعى الاستقلالية، وهو في الحقيقة مرشح حزب آخر. وصلت الفكرة أستاذ عقيل. أريد أفهم شنو سر هذا الاستقتال على تأسيس أحزاب بأسماء تشرينية، وخصوصا اللي هي تناغم مطالب المتظاهرين. كل حزب جاي يقول احنا مع تشرين، مع تشرين، مع تشرين، تشرين عليه من طلعت. صراحه انا بس ردا على ما ذكر استاذ سربست، يعني هذه الانتخابات القادمه او قانون الانتخابات سوف يكون للعشيره. انا اعتقد الموضوع بالعكس تمام. العشيره كانت موجوده في المحافظه، فتستطيع في اي قضاء من اقضيه بغداد تدعم مرشحها للعشيره. اما اليوم انحصرت العشيره في دائرة انتخابية ضيقة، فلا توجد عشيرة كاملة في ضمن هذه الدائرة. لا، محافظات الفرات لوسط الجنوب بيها موجودة، راح ومنها صاير مزامر. يعني هذه أنا فوز ابن عشيرته، هذه صار بيها حصر وليس انفتاح على العشيرة. زين زين، هذه من جهة. أما ما ذكرت حول تأسيس الأحزاب سيد الكريم، يعني إحنا خلنا نتحدث بصراحة، يعني العراق كان بالحزب الواحد الأوحد، واللي ما يمكن انه يكون اي حزب او اي شخص معاديا الا يروح الى مقبره النجف. وهذا يجي اصبحت بعد طاقه بعد حزب واحد معقوله. بعد الانفتاح بعد 2003 صارت الشهيه مفتوحه. زين، وهذا اعطاء الحريه الشخصيه بالدستور وبالديباجه، وهذا اعطى الحقوق والحريات والتعبير عن الراي، اعطى يعني فسحه من المجال. هذه هي فيه جنب إيجابية، أنه كل واحد يمثل حالة صحية، إذا يعني لا تسمح لي، لا حالة يعني صحية من باب التعبير، هي حالة صحية أنه أنا أريد أعبر عن رأيي من خلال هذا الحزب ومن خلال هاي الأدلوجيا وهاي الأفكار. لكن إحنا اليوم نتحدث عن واقع، اللي ذكرناه عن الواقع اللي هي الأحزاب اليوم اللي موجودة في الساحة السياسية، هي ما نجحت في بناء الدولة ولا أسهمت إسهاما حقيقيا في بناء الدولة. ربما يكون يعني السبب الآخر ل يعني زيادة تسجيل الأحزاب هو يعني المشاركة في العملية السياسية من أجل الانفتاح أكثر. لو حزب واحد لو 655 نعم، هذا مناصفة، لكن من ناحية الواقعية يعني راح تصعب العملية السياسية، وراح العملية السياسية تكون مشوهة أكثر. ليش؟ لأن إحنا نظامنا برلماني نيابي، يعني إذن مبني على الأحزاب. زين، البرلمان عبارة عن مجموعة من الأحزاب تمثل جهات معينة. لذلك كيف راح نفرز حكومة؟ الحكومة لازم نصف زائد واحد يلا راح يعتمد على ائتلافات راح تصير. لا احنا اليوم تحكيلي هسه اوكي، هو هذه الصعوبه. انا كيف اليوم احنا صاعد 155 اليوم دكتور، كتله فايزه بمقعدين وكتله فايزه في 3 مقاعد وكتله فايزه ب10 مقاعد. انا شلون هذول كل واحد بالحزب عنده رؤيه وعنده فكر معين، شلون اجي اقنعه بسهوله تعال صير وياي حتى نرشح رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء؟ 655 حزب، هو هذه المشكلة. بس هي خير شي راح تصير تحالفات أو ائتلافات، هو هذا اللي أتحدث به. هذه التحالفات ما تجي بسهولة، راح تكون تظهرنا عملية سياسية واسعة. إذا عندنا حزب نسوي له 16 حزب رديف، وين راح تجي بسهولة؟ راح يجون ركض وياه. كل حزب يريد حقوق حتى ينتمي، ويريد امتيازات حتى ينتمي مع الحزب الآخر، ويفرض مناصب ومكاسب. يعني هاي راح ندخل في موضوع. هسه أنا أحكيك باعتبارك حزبي، يعني اليوم أكو حزبي بالجديد، يعني مو حزب مال قبل 2003. أنت هسه اليوم أكو عندنا أحزاب أسست أكثر من حزب ما عدا هذا الحزب اللي أبو 16. أنا حسب معلوماتي متوفر، مثل ما ذكر الدكتور أياد، هنالك بعض الكتل
أسست أحزاب رديفة بأسماء جديدة، حتى اللي ما يحب يصوت لهذا الحزب يصوت لهذا الحزب، حتى لا يروح إلى يصوت إلى جهة أخرى. هل صحيح أنه كل الأحزاب السياسية أو المؤسسون كلهم سووا أحزاب رديفة؟ يعني هسه المعلومة، يعني هنالك أكثر من حزب في العراق أو جهة سياسية أسست حزب رديف لها وبمشاركة يعني أبناء تشرين، يعني متظاهرين، يعني ممثلين عن هذه الكتلة أو هذا الحزب دخل مع المتظاهرين وأسسوا حزب جديد تحت يافطة جديدة واسم جديد. إذن الكتل جديد السياسية المؤسسة العملية السياسية يعني أدركت تماما بأن ثقة الشارع بها مفقودة، وهذا الملجأ الوحيد والخيار الملجأ الأخير حتى أنه يدخلون به الانتخابات. سيدي الكريم، ليس فقط أنه أدركت وتأسس أحزاب، قانون الانتخابات الجديد يعني ما راح يسمح للسياسيين يفوزون. 80% من الطبقة السياسية ما راح تلقى أسماءهم في البرلمان في الانتخابات القادمة. أكثر الكتل السياسية كانت تعتمد على الرمزية في الكتلة أو في الحزب، هاي ما راح تلقاها. قانون الانتخابات الجديد سحب هذا الامتياز من رئيس الكتلة وامتيازه وأعطى للأحزاب الجماهيرية أو الشخصيات اللي عندهم فعلا وجود في مناطقهم ضمن الدائرة الانتخابية سواء على منطقة الكوتة أو منطقة القضاء. وصلت الفكرة. أنا أريد أسأل على سؤال مهم، إحنا عندنا أحزاب فضائية؟ يعني هذه الأحزاب الستمية أحزاب فضائيين؟ لا، مثلا الكثير من القوى السياسية تحدث أن الأحزاب الفاعلة عندنا بالعملية السياسية 20، ما تجاوز 20. زين، أحزاب بقية شنو؟ فضائيين شنو؟ أستاذ هشام، إحنا نحترم كل الرؤية وكل الحرية الشخصية، لا الاحترام مو على التشخيص واحد، كل الأحزاب. لكن تسألني هل هي حالة صحية بالمجتمع؟ حالة صحية، حالة مو صحية. هي تعبر عن الرأي، تعبر عن الكثير من الأمور اللي هو مثلا أنا كشخص ما أريد أدخل ضمن هذا الحزب، أريد أسس حزب، يسمح لي القانون، وحالة ربما صحية بالمجتمع، لكن من الناحية العملية، من الناحية الواقعية هي غير منتجة. سوف يعني تعقد الوضع السياسي اللي موجود اليوم، وصعوبة أنه راح تختار رئيس وزراء والوزراء والحكومة. هاي الصعوبة اللي راح تلاقيها هي هاي الحالة السلبية. هي كل شيء أكو إيجابيات، لكن في نفس الوقت أكو سلبية. تمام أستاذ دكتور أياد، يعني هل راح يستمر انسلاخ الأحزاب النيابية؟ يعني سمعنا قبل أحزاب انسلخت من دبت رداء الثوب الإسلامي وراحت للعلمانية، سبدت أكو يعني وكأنما هناك نعرات للعودة إلى المربع الطائفي. يعني هسه جاي نشوف أكو يعني انسلاخ عكسي، عكس ما صار عندنا بال 2018 وقبلها. لا، هذا أعتقد أضعف الخطابات السياسية الموجودة اللي يحاول أن يقدم نفسه بعناوين طائفية، لكن هو كواقع موجود. الآن لا من المثالية ومن الصعوبة نشوف حزب أو تكتل سياسي أو حتى ائتلاف انتخابي قادر على أن يشكل كل المكونات، سوف يكون أول الساقطين في قضية التنافس الانتخابي. الاعتبار مع العلم أن الأرضية مهيئة تماما بالناس، لكن هذول الناس هم مشكلتهم هم المترددين. هذه هي المشكلة اللي إحنا جايين عليها. عادة يكون هذا قدرته على التنافس نوعا من المجازفة، وعلى هذا الأساس تتردد الكثير من الأحزاب. يعني كانت أكو محاولة ائتلاف النصر أن يدخلون من مع حركة غوران، أو أعتقد سرو عبد الواحد وغير، يعني ما نجحت هذه القضية بأسباب قد تكون شخصانية أكثر مما أسباب هي رؤية تتعلق بإدارة البلد، لكن أعتقد كان هنالك فرصة. الآن تشرين كمتغير قد يكون هنالك نوع من المناغمة، لكن القدرة على التنظيم، أنت عندك أحزاب السلطة تعلم، اللي خارج السلطة بعدها ما متعلم كلاواتها مثل شغلها وترتيبها وقدرتها على الاختراق وغيرها، هذه يحتاج لها أنها تكون بالسلطة، لأن أنت ما عندك عمل سياسي في العراق حقيقة، حتى ولا عمل إيديولوجي. حتى أنا عندي خطاب أقنع الناس، الناس المقتنعين بخطابي يجوز أنه لو ما ينتخبوني من عندهم 10%، ما لين مترددين. زين دكتور، تشرين اللي عليه من طلعت؟ ها؟ تشرين عليه من طلعت؟ على المنظومة السياسية بصورة عامة. طيب إذا الكل جاي ينادي بتشرين الآن وبدت أحزاب تشكل أحزاب رديفة بأسماء تشرين،
هذه نوع من المراوغة السلطوية موجودة حقيقة. يعني أنا استشهدت لك بأنه فشل الحزب الإسلامي ب 2010 لجأ إلى هذه القضية. الآن قضية أنه محاولة تقديم نموذج تشرين إجت فرصة لهذه الأحزاب فكم محاولة تقدم نفسها على أنها متبنية هذه الأفكار. وهذا أيضا أنا أعتبره وصفة بكل صراحة مو براغماتية سياسية، لا هذا مراوغة سلطوية حتى طيب. أنه تستفاد من الأجواء المهيئة على أمل أنه تقدم شيء جديد، بس هي ما تقدم شيء جديد. تكاثر الحزبي راح يسهم بمزيد من انسداد الأفق السياسي، خصوصا بعض الضيوف يتحدثون أنه انهيار العملية السياسية بعد الانتخابات. لا ما تنهار بهذه الطريقة الانتخابات، لكن تنهار أنا أقول لك تحت متغير أي. الضغط الشعبي ينفجر بطريقة لا يمكن السيطرة عليها أي. وانقلاب بنيوي من انقلاب على البنية من الداخل. متوقع هذا الانفجار الشعبي؟ ممكن جدا، لأن الأمور جاي لا مبالاة وعدم تقديم أفق جديد لكل القوى السياسية تطرح محاولة أنها تشرين متوافقة مع تشرين، لكن ما تغير بإدارة المنظومة السياسية. لكن قد يكون الأقرب انقلاب من داخل البنية بتحالف قوي بشخصية قوية. قد يكون هذا أو طموح أنا نتمنى. يسمحون الوتد اللي هذا. ممكن أنه كل الفرصة مهيئة. شوف مرة قلتها تصعد تنزل كل الجماعات اللا دولة ما تملك مؤهلات الدولة من قوة عسكرية من قيادات عسكرية وغيرها، وهذه ممكن أن تنتهي. لكن أيضا وإحنا منين نجيب شخص يفكر أنه يريد يبني دولة ومشروع دولة مو مشروع شخصي ويتشلب طيب. بالسلطة طيب. أستاذ سربست، البرلمان يمكن أقر قانون الأحزاب عام 2015 وهو أول قانون يمكن منذ عام 2003 يحدد ينظم عمل الأحزاب، لكن منذ ذلك الحين لحد هاي اللحظة يوجه له سهام النقد والانتقادات. أريد أعرف شنو أبرز الإشكالات على هذا القانون. القانون القديم كان قانون بريمر الأمر ائتلاف رقم 97 وهو كان قد أقر فقط لتنظيم العملية الانتخابية ولا تشكل عملية الحصول على الإجازة والإذن بالعمل ومجال النشاط والشروط الواجب توفرها في الحزب. القانون الحالي للأسف كثير من مواده هي كوبي بيست من قانون رقم 30 لسنة 1990 اللي أقر النظام السابق ونشر في جريدة رسمية في 1/8/1990 وفي هذا كوبي بيست القانون قسم كثير من المواد كوبي بيست منه، وبالتالي الكثير من هذه وجهة نظر الشخصية. يعني النقاط الأخرى هي موضوع المتابعة، يعني أشير لك إلى مادة 32 مثلا من هذا القانون، هل تم تطبيق هذه المادة من قبل جهات المفروضة بالمراقبة والمتابعة؟ اللي تقول فقرة ها يجوز بالبداية يجوز حل الحزب السياسي بقرار من محكمة الموضوع بناء على طلب مسبب يقدم من دائرة الأحزاب في إحدى الحالات التالية: امتلاك أو حيازة هذه أحد الأسباب، أو خزن الأسلحة الحربية والنارية والمواد القابلة للانفجار أو المفرقعة في مقر رئيس أو أحد مقار فروعه أو أي محل آخر خلافا للقانون. طبعا الفقرة الأخرى تقول لكل ذي مصلحة تقديم ذي شكوى، كم شكوى قدمت، كم ما هي الدور المؤسسات الأمنية في تطبيق هذه المادة. يعني لا يخل مقر كثير من الأحزاب من وجود الأسلحة، قد تكون الظروف الأمنية تدعوهم لذلك وهو سبب وجيه، لكن قصدي هذا مجرد كمثال. طيب. كثير من الأمثلة الأخرى اللي أشرت إليها بالبداية موضوع تقديم تقرير مالي من ديوان الرقابة المالية بعد شهرين من آخر يعني انتهاء السنة المالية عن نشاط الحزب. هل تم تطبيق هذه المادة؟ باعتقادي القانون يحتاج إلى تعديل حتى يكون أكثر جدية ويطبق نص مادة مهم أيضا، مادة أعتقد 29 من القانون بخصوص التحالفات. تحالفات يفترض أن تكون وفق قانون الأحزاب وليس حسب عن كل عملية انتخابية، وبالتالي يفترض أن توفر
لدى تقديم أو لدى تشكيل التحالفات نفس شروط تشكيل طيب. الحزب هي بموجب هذا القانون، وبالتالي في انتخابات 2018 المفوضية حاولت تطبيق هذه المادة، لكن مجلس النواب كان قرارها بأن هذا القانون هي فقط للإجازة ويجب على المفوضية اتخاذ إجراءات أخرى لغرض الدخول إلى العملية الانتخابية، والمفوضية كان عليها الإصرار على محكمها على موقعها واللجوء إلى المحكمة الاتحادية للبت في هذا الخلاف. أنا أشكرك شكرا جزيلا السيد سربست مصطفى رئيس مفوضية الانتخابات السابق على كل ما تفضلت به، وكذلك الشكر موصول يضيف في الاستوديو السيد عقير ديني المتحدث باسم تلاف النصر، وكذلك الدكتور رياض العنبر الباحث في الشأن السياسي. شكرا جزيلا لكم وشكرا موصول لكم، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة.